Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبيبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم مرة ثانية في جرامر الوحدة الثالثة واللي بيتكلم عن الباسيف فويس، صيغة المبني للمجهول. وفي الوحدة دي حلاقيه إن هو مديني صيغة المبني للمجهول في زمانين اتنين بس، هو البريزنت سيمبل اللي هو زمن المضارع البسيط والباست سيمبل اللي هو زمن الماضي البسيط. ولكن عموما انا بعرف ان الجملة مبني مجهول لما الاقي verb to be plus the past participle، يعني verb to be وراء تصريف ثالث. اي verb to be وراء تصريف ثالث يبقى مبني مجهول، مفيش verb to be والتصريف الثالث يبقى ما اقدرش اقول على الكلام ده انه مجهول ابدا، لازم يكون معلوم. فكرة المبني المجهول يا حبايبي ان بيجيب verb to be مكان الفعل الاساسي بتاعي وبيحط الفعل في التصريف الثالث. يعني لو كان الفعل في المصدر بيجيب مكانه بي والتصريف الثالث، لو كان الفعل في المضارع بيجيب مكانه am او is او are وبعدين التصريف الثالث، لو كان الفعل في الماضي بيجيب مكانه was or were وبعدين التصريف الثالث اللي هو past participle، لو كان الفعل في ing بيجيب مكانه being وهو بيبقى past participle تصريف ثالث، ولو كان الفعل في التصريف الثالث اصلا بيجيب وراه been والتصريف الثالث. اذا لو شفت بي am is or was were being and been، اي واحدة من الثلاثة دول وراها تصريف ثالث بقول على الكلام ده مبني مجهول، بغض النظر انا عارف الزمن او مش عارف، ولكن طالما في الاختيارات مديني واحدة من دول وراها تصريف ثالث يعني الكلام مبني مجهول. تعال بقى نرجع لدرسنا النهاردة، هو بيكلم لي عن المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط والماضي البسيط في ثلاث اشكال، في الجملة المثبتة، في الجملة المنفية، وكمان في السؤال. يبقى دوري النهاردة ان انا اعرف ازاي حبني مجهول في زمن المضارع البسيط والماضي البسيط في التلات اشكال او التلات انواع دي من الجمل، مثبتة، منفية، وكمان سؤال. الموضوع بسيط جدا، تعال نشوف كده ونبدأ بالpresent simple زمن المضارع البسيط. قال لي ان زمن المضارع البسيط يا بيكون الفعل في المصدر يعني في التصريف الاول، يا اما في اس او اي اس، هو ده المبني للمعلوم بتاعه، يعني من الاخر الفعل ده مضارع. فلما يجي يبني مجهول قال لي بيجيب المضارع من verb to be اللي هو am is or are وبعدين بيخلي الفعل في التصريف الثالث، مع ملاحظة ان انا ببدأ طبعا بمين؟ بالمفعول، وبعد كده بجيب الفاعل مسبوق بكلمة by، تاني بجيب الفاعل مسبوق بكلمة by. يبقى تاني في زمن المضارع البسيط لما يجي يبني مجهول بيبدأ بالمفعول وبعدين يحط am or is or are وبعدين past participle وبعدين by زائد الفعل. طب هو جاب am و is و are ليه؟ قلنا عشان الفعل مضارع. طيب التصريف التالي ده بيجي منين؟ قال لي بيجي من الفعل الأساسي. تعال نوضح بالأمثلة. لما يجي يقول لي mom cooks food، يعني ماما بتطبخ الطعام، واجي اقول لك تشينج ان ذا باسيف، يعني حول الكلام ده للمبني للمجهول. قال لي يبقى لازم احدد المفعول بتاع اللي هو فود. طيب لان ده اللي هبدا بيه لما اجي ابني مجهول، فهتبقى فود، وبعدين المفروض ان انا اجيب وراها ام اور از اور ار، يعني هجيب وراها ام او از او ار، ودي هتيجي من عندي يعني مش موجوده اصلا في الجمله. طيب فود اسم لا يعد فبياخد از، وبعدين قال لي بجيب الباست بارتيسيبل مين؟ من كوكس اللي هو cooked، فيبقى ها food is cooked. طب mom هجيب قبلها باي وتبقى باي mom. جانا mom cooks food، لما جيت ابناء المجهول بدأت بالمفعول اللي هو food، ولاحظ الاف سمول بقت اف كابيتال، is cooked by mom، جبت is طبعا، وبعدين جبت الباست بارتيسيبل من كلمة cook اللي هي cooked، وبعدين جبت الفعل مسبوق بكلمة باي فقلت باي mom. another example when I say carpenters اللي هم النجارين make بيصنعوا chairs، يعني بيصنعوا كراسي. لما اقول لك فين المفعول هنا هتقول لي طبعا chairs. طيب يبقى اذا ده اللي هبدا بيه لما اجي ابني مجهول، فهقول chairs. chairs مالها يا مستر؟ قال لي اسم جمع، وطالما اسم جمع يبقى هشوف ام ولا از ولا ار، هيقول لي ار طبعا. so chairs are chairs are. طب التصريف الثالث من make؟ هقول made. so chairs are made by، وطبعا اجيب كلمة carpenters اللي هم النجارين. so chairs are made by carpenters، يعني الكراسي بتصنع بواسطة النجارين. يبقى اذا لما اجي ابني مجهول تاني ببدأ بالمفعول
وبعدين is or are وبعدين ال past participle يعني التصريف الثالث للفعل. طبعا is or are بتيجي على حسب المفعول مش على حسب الفعل. طيب another example, مثال تاني. When I say many people speak English, يعني في ناس كتير بتتكلم انجليزي. تاني, many people speak English. لما اقول لك الجمله دي في زمن ايه هتقول لي في زمن المضارع البسيط, عشان طبعا الفعل بتاعها بدون اضافات يعني في المصدر. لما اجي ابني الكلام ده مجهول, طب هل هو مستر هيقول لي في الامتحان ابني مجهول كده بالعربي؟ قال لي لا طبعا, لازم اعرف الحاجات اللي بتجيني between the brackets عشان ابني الجمله للمجهول. هيقول لي مثلا استعمل is, هل is موجوده في الجمله؟ هقول لا طبعا. يبقى امتى اقدر اجيب is في جمله المضارع البسيط؟ قال لي اذا بنيتها مجهول. تاني حاجة ان يقول لي استعمل spoken. spoken ده حلاقيه هو past participle بتاع speak, يعني التصريف الثالث من speak. طب امتى speak تبقى spoken؟ قال لي برضو في حالة ان ابني مجهول. فاذا spoken يعني معناها ان ابني مجهول. يبقى هيقول لي is او يقول لي spoken, or يعمل لي كده يقول لي english وبعدين يحط بعد english نقط. دي معناها ان نبدا بكلمه انجلش, وفي الحاله دي برضو معناها ان بيقول لي ابني مجهول. او يقول لي باسيف. طبعا الناس اللي ما بتعرفش اول ما هتشوف باسيف هقول لك بس باسيف دي حطها في اي مكان, هو مش عارف اصلا باسيف يعني ايه. باسيف يعني ابني مجهول او حول لصيغه المبني المجهول, مش معناها ان انا بحط كلمه باسيف في الجمله. طبعا اي حاله من الاربعه دول معناها ان بيقول لي ابني مجهول, وكل الحالات دي عليها بتجتمع. يعني اذا بدات بانجلش يعني معناها ان انا ابني مجهول, طب يبقى اذا انجلش وبعدين هجيب وراه از, لان الانجلش اسم لا يعد. فبالتالي انجلش از التصريف الثالث من سبيك هو spoken. So English is spoken by many people. Again, English is spoken by many people. يعني الانجليزي بيتم التحدث به بواسطة كثير من الناس. وهنا لما حولت الجملة هلاقي الاربع حاجات دول اتعملوا. Is, get, spoken, اهين. خلاص, وانجليش بدأت بيها وبقى انا كده بنيت مجهول. يبقى English is spoken by many people. طب يا مستر الكلام بسيط جدا كده. قال لي لما بيحب يصعب عليك في الامتحان قال لك بيقول لك حول الجملة بتاعت المضارع البسيط دي من المجهول للمعلوم. For example, على سبيل المثال, when he says eggs are cooked in big pans by people, يعني البيض بينطبخ في أوعية كبيرة بواسطة الناس. طيب لما اجي انا ابني الجملة دي معلوم, طب هو هيقول لي يا مصر, قال لي هيقول لي begin with people, او people هتلاقي البي بتاعتها بقى بالمنظر ده. يعني معناها ان البي كده كابيتال معناها ان انا هبدا بيها, ومعنى ان انا ابدا بالفاعل يعني معناها هبني معلوم تاني, هرجع الجمله دي معلوم. طيب لما اجي ابني معلومه او ابني الجمله دي للمعلوم بقى يعني من مجهول لمعلوم, قال لي هعمل ايه؟ قال لي هبدا بالفاعل بتاع اللي هو people. جميل الكلام. طب وبعدين؟ قال لي لازم اشيل ار لان دي اصلا ما كانتش موجوده في المضارع البسيط. إذا cooked هترجع cook or cooks. يبقى لازم أشوف فينا الفاعل. الفاعل هنا people جمع, وطالما جمع يبقى إذا هيجي معاه الفعل في التصريف الأول cook. So people cook. طب والمفعول لازم يجي ورا الفعل مباشرة. So people cook eggs in big pans. People cook eggs in big pans. يبقى أنا كده حولت من مجهول لمعلوم. بدأت بالفعل بتاعي, شلت إذا أو أر اللي أنا كنت جايبها أصلا, وبعدين رجعت التصريف التالت بتاعي تاني من تصريف تالت لفعل في المصدر أو في إس أو إي إس على حسب الفعل بتاعي. لما لقيت بيبل جمع جبت مصدر, لو كان مفرد كنت جبت فعل في إس أو إي إس. أنا كده حولت من معلوم لمجهول في المضارع البسيط, وكمان من مجهول لمعلوم برضو في المضارع البسيط, ولكن ده في الجملة المثبتة. تعال نشوف الجملة المنفية. قال لي أنا عارف في المضارع البسيط إن النفي بتاعي بيكون be don't or doesn't, وأنا عارف إن don't أو doesn't الاتنين بيجي وراهم الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر بدون أي إضافات. طيب لما أجي أبني الجملة مبني مجهول في زمن المضارع البسيط لما يكون الجملة منفية,
قال لي عادي جدا، قال لي برضو ببدأ بالمفعول. جميل. بعد ما كنت بجيب is or لان الجملة اصبحت منفية، يبقى اذا بدل don't و doesn't هجيب isn't or aren't. طب isn't or aren't هتبقى على حسب مين؟ قال لي هتبقى على حسب المفعول. عادي جدا يجي يا جماعة I'm not، يعني لو المفعول بتاعي اه عادي جدا I'm not. وبعدين قال لي بجيب الباست بارتيسيبل يعني التصريف الثالث للفعل، والفعل بيجي مسبوق بكلمه باي. فور اكزامبل على سبيل المثال when I say علي doesn't eat fish، علي doesn't eat fish يعني علي ما بياكلش سمك. تاني علي doesn't eat fish يعني علي ما بياكلش سمك. لما اجي ابني الجمله دي مجهول يبقى هبدا بفيش اللي هو المفعول بتاعي. طب ما كان doesn't المفروض اجيب isn't or aren't. طبعا الفيش هنا سمك اكل فبالتالي ياخد isn't، يبقى fish isn't. وبعدين بدل eat احطها eaten، فاذا هقول fish isn't eaten واجيب عادي خالص by علي. تاني fish isn't eaten by علي يعني السمك لا يؤكل بواسطه علي، ويبقى انا كده بنيت مجهول لما تكون الجمله منفيه. مثال تاني لما اجي اقول لك منى doesn't wash the dishes، يعني البنت منى دي ما بتغسلش الاطباق. طبعا النفي هنا في doesn't معناها ان الزمن بتاعي مضارع بسيط، فاذا لما اجي ابني مجهول هبدا بالمفعول اللي هو the dishes، يبقى اذا هقول the dishes. عايزك تلاحظ حاجه، طبعا the هنا كانت التي سمول هنا بقت تي كابيتال، so the dishes. طب ما كان don't or doesn't المفروض isn't or aren't، طب ال dishes plural noun اسم جمع فبالتالي ياخد aren't، فهقول the dishes aren't. والتصريف الثالث من wash هو washed، so the dishes aren't washed by منى. تاني the dishes aren't washed by منى، يبقى انا هنا بدأت بالمفعول وبعد المفعول جبت isn't او aren't مكان don't او doesn't، وبعدين past participle التصريف الثالث للفعل، والفعل مسبوق بكلمة باي. طب لو جاب لي العكس يا مستر، يعني لو جاب لي جملة مبني مجهول منفية وقال لي حولها لي مبني معلوم يعني لمضارع بسيط منفي. قال لي for example على سبيل المثال when I say French يعني اللغة الفرنسية isn't spoken by many people، يعني اللغة الفرنسية دي لا تحدث بها بواسطة كثير من الناس. قال لي هنا ابدأ بكلمة many people. طب يعني ايه اللي عرف ان هو بيقول ابدأ بيها كده؟ قال لي طبعا الام اصبحت capital بعد ما كانت small، او يقول لي استعمل لي don't or doesn't، او ان هو يقول لي استعمل لي speak or speaks على حسب اللي بيجيبه لي. طبعا هنا معناه ان بيقول لي ابني معلوم، فلما هبني معلوم هبدأ بكلمة many people. many people يعني كثير من الناس. طبعا هنا لازم اشيل isn't. طب اشيلها بس؟ قال لي لا، هنا في النفي طالما هشيل isn't او aren't هجيب مكانها don't او doesn't. طيب many people جمع فبالتالي تاخد don't، فبالتالي هقول many people don't. طيب spoken ترجع speak، طبعا تاني spoken ترجع speak، فهقول many people don't speak. وطالما جماعة النفي بdon't او doesn't فاللي جاي وراهم على طول مصدر، يعني مش هينفع اجيب فعل في s or es، فبالتالي هقول many people don't speak واجيب المفعول بتاعي اللي هو French. تاني many people don't speak French يعني كثير من الناس لا تتكلم اللغة الفرنسية، كثير من الناس لا تتكلم اللغة الفرنسية. يبقى إذا لما أجي أبني مجهول في المضارع البسيط المنفي ببدأ بالمفعول isn't aren't والتصريف الثالث للفعل، والفعل مسبوق بكلمة by. لو أنا بحاول العكس يبقى هبدأ بالفعل تاني وبعدين مكان isn't aren't I'm not بجيب don't أو doesn't والمصدر بتاعي وأحطه ورا المصدر ده المفعول. طيب تعال بقى نتكلم عن السؤال في زمن المضارع البسيط. انا قلت السؤال عندنا نوعين اتنين، يا اما سؤال بيبدا بفعل مساعد وهنا هيبدا بدو اور داز، طب او بيبدا باداه استفهام وهلاقي برضو ان اداه استفهام هلاقي جا وراها دو اور داز، وبعد كده بيجي السبجكت اللي هو الفعل بتاعي، وبعد كده بيجي الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر، لان مع دو داز لازم يجي مصدر ما ينفعش حاجه غير كده، وبعدين بيجي المفعول بتاعي او الاوبجكت بتاعي. طيب قال لي لما اجي ابني مجهول سواء السؤال بالمنظر ده او بالمنظر ده، والله لو في اداه استفهام كده كده هبدا باداه استفهام، مفيش اداه استفهام خلاص يبقى انا عندي دو او داز. قال لي مكان دو او داز بجيب از اور ار اور ام، بس قبل ما اجيب ام او از او ار لازم ابص على المفعول الاول. اشمعنى؟ قال لي لان المفعول لازم هيجي مكان الفعل. تاني لانها مهمه،
انا هبدا باداه الاستفهام او ابدا بالفعل المساعد، بس هنا الفعل المساعد لو بدات بيه مش هيكون دو او داز. طالما هبني مجهول هجيب مكان دو او داز، از او ام او ار. طيب بس قبل ما اجيب ام او از او ار لازم اروح ابص على مين؟ على المفعول. ليه؟ لان المفعول هو اللي هيجي بعد ام واز وار. يعني بعد ما اجيب ام واز وار هجيب الاوبجكت بتاعي اللي هو المفعول، وبعد كده مكان المصدر هجيب تصريف ثالث، وبعد كده هجيب الفاعل مسبوق بكلمه باي. تاني هجيب الفاعل مسبوق بكلمه باي. فور اكزامبل، على سبيل المثال هناخد نوعيتين اتنين من السؤال، سؤال بيبدا فعل مساعد وسؤال بيبدا باداه استفهام. So when I say do mechanics mend cars، يعني هل الميكانيكيه بيصلحوا سيارات؟ طيب انا عايز ابني الكلام ده مجهول. قلت لما الاقي دو او داز يبقى انا بادئ في المبني المجهول باز او ار، بس قبل ما ابدا باز او ار لازم اروح ابص على مين؟ على المفعول اللي هو كارز. ليه؟ لان هي دي اللي هتيجي بعد از او ار. طب كارز مالها؟ جمع، فبالتالي انا هبدا بار. سو ار مكان ميكانكس هجيب كارز، سو ار كارز. تصريفي الثالث من مند هو ها مندد، سو ار كارز مندد باي ميكانكس. تاني are cars mended by mechanics، يبقى لما جيت ابني مجهول بدات ب is او ار مكان دو او داز، وبعدين قبل ما ابدا ب is او ار رحت للمفعول الاول لان هو ده اللي هياخد is او ار، يبقى are cars. تصريفي الثالث من مند هو mended by mechanics، يعني هل السيارات تتصلح بواسطه الميكانيكيه. Another example، مثال ثاني، والمثال ده هيبدا باداه استفهام. So when I say when does mom wash the dishes، when does mom wash the dishes، يعني متى تغسل الام الاطباق. طبعا ادي اداه الاستفهام، ادي الفعل المساعد بتاعي does، وادي mom ادي الفاعل، وادي الفعل الاساسي اللي هو في المصدر، وادي المفعول. قال لي لما اجي ابني مجهول كده كده اداه الاستفهام هتيجي شكل ما هي، فاذا انا هبدا بكلمه when. قلنا بدل do او does بجيب is or are، فهنا قبل ما اجيب is or are لازم ابص هناك على الديشز اقول له اه دي جمع، لان في ناس لما تشوف does تجيب is، لما تشوف do تجيب are، اقول له لا غلط، انا لازم ابص على المفعول الاول لان هو ده اللي هجيب على اساسه is او are. فبالتالي هقول when are، وبعدين اجيب المفعول بتاعي the dishes، so when are the dishes، والتصريف الثالث من wash washed by mom. So when are the dishes washed by mom، يبقى انا بدات هنا بدات الاستفهام عادي جدا ما بغيرهاش، مكان دو داز بجيب از او ار، وبعدين اجيب المفعول بتاعي، وقلت قبل ما اجيب از او ار ببص على المفعول دايما. So when are the dishes، والتصريف الثالث من wash washed by mom، امتى الاطباق بتتغسل بواسطه mom. طيب لو جه قال لي بقى حول السؤال من مجهول لمعلوم، يعني حوله من صيغه المبني المجهول للمبني المعلوم، قال الموضوع بسيط جدا بنفس الطريقه تقريبا ولكن هنعكس. يعني لما يجي يقول لي where is the car washed by علي، اين تغسل السياره بواسطه علي. السؤال ده مبني مجهول، طب وايه اللي عرفني يا مستر انه مبني مجهول؟ ادي is، قلنا verb to be، وادي past participle تصريف ثالث، يبقى على طول الكلام ده مبني مجهول. قال لي لما اجي احول الجمله دي لمبني معلوم، قال لي فانا هبدا باداه الاستفهام بتاعتي اللي هي where، عادي جدا شكل ما هي. المفروض مكان is ارجع do or does، جميل، بس قبل ما ارجع do او does هبص على مين؟ الفاعل. الفاعل اللي هو مين يا حبايبي؟ علي. فاذا هقول where does، يبقى علي ياخد does ما ياخدش do. طب where does، واجيب الفاعل بقى اللي هو علي. طيب washed ترجع لاصلها اللي هو wash، والمفعول بتاعي the car. So where does Ali wash the car؟ بدأت بدأت الاستفهام، وبعدين مكان is or are رجعت تاني do or does، وبعدين جبت الفاعل بتاع اللي هو علي والمصدر بتاع اللي هو wash، يبقى where does Ali wash the car، يعني اين يغسل علي السيارة. وبكده يبقى احنا انتهينا من تحويل ال present simple المضارع البسيط من المبني للمعلوم للمبني للمجهول، والعكس في ثلاث انواع من الجمل، جمله مثبته، جمله منفيه، وكمان السؤال بنوعيه الاثنين. تعال نشوف بقى زمن الماضي البسيط او الباست سمبل.
قال لي الباست سيمبل بيكون من الباست فورم اوف ذا فيرب، يعني التصريف الثاني للفعل. ثاني بيكون من التصريف الثاني للفعل، ثاني تصريف ثاني. طيب اذا لما اجي ابني مجهول فانا هجيب التصريف الثاني من فيرب تو بي اللي هو was and were، ثاني was and were، واجيب وراها التصريف الثاني يبقى تصريف ثالث كده بالمنظر ده. فهتطلع لي الصيغه كده was and were plus the past participle was were والتصريف الثالث، ودي صيغه المبني المجهول في الماضي البسيط، مع ملاحظه طبعا ان انا كده كده ببدا بمين يا حبايبي؟ بالمفعول، وهناك هيجي الفاعل مسبوق بكلمه باي، ثاني هيجي الفاعل مسبوق بكلمه باي. يبقى مهم جدا نعرف هو ليه اصلا جاب لي was were. احنا قلنا دايما لما يجي ابني مجهول اللي بينبني مجهول هو المان فيرب الفعل الاساسي، كل اللي بيعمله بيحط فيرب تو بي في شكله ويخلي هو تصريف ثالث. فهنا لانه ماضي جاب لي was or were وخلى الفعل تصريف ثالث. تعال نشوف ازاي هبني مجهول في جمل الماضي البسيط لما يكون الجمل مثبته. So when I say Rami mended the car، يعني رامي صلح السياره. لما اجي ابني الجمله دي مجهول اذا هبدا بالمفعول اللي هو the car. جميل الكلام، يبقى اذا هقول the car. المفروض بعد the car بجيب was or were، فبالتالي هقول the car was. ليه؟ لان الكار مفرد. طيب التصريف الثالث من mended هو mended برضو الافعال العاديه، الثاني هو الثالث، فبالتالي هقول the car was mended by رامي، ثاني the car was mended by رامي، يعني العربيه اتصلحت بواسطه رامي. another example when I say هاني watched the film yesterday، يعني هاني شاهد الفيلم امس، ثاني هاني watched the film yesterday، يعني هاني شاهد الفيلم بالامس. ويجي يقول لي استعمل لي was، يعني ايه was يا مستر؟ قلنا was معناها ان بيقول لي ابني مجهول. امتى was تيجي في جمله الماضي البسيط؟ لما يقول لي ابني مجهول، او ان يقول لي ابدا بذا فيلم. شوف عايزك تلاحظ ذا التي بقت كابيتال بعد ما كانت سمول، معناه ان بيقول لي ابدا بيها، معناه ان بيقول لي ابن الجمله دي مجهول، وفي الحالتين كده كده ببني مجهول. طيب او يقول لي باسف، واحنا قلنا بقى يا جماعه خلاص انا عرفت باسف اصلا يعني ابني مجهول، مش معناه ان انا بستعمل كلمه باسف في الجمله. طيب لما اجي ابني مجهول الجمله دي فانا هبدا بالمفعول اللي هو بتاعي ذا فيلم. اوكي ذا فيلم، بعدين هشوف هو بياخد واز اور وير. طب ذا فيلم ياخد؟ قال لي بياخد واز، so the film was. طيب التصريف الثالث من watched هو watched برضو، فبالتالي هقول the film was watched by هاني، تاني the film was watched by هاني، the film was watched by هاني، يعني الفيلم تم مشاهدته بواسطة هاني. طيب لما يجي يقول لي بقى مستر حول من المجهول للمعلوم في زمن الماضي البسيط، قال لي الموضوع بسيط جدا. so when he says the dishes were washed yesterday، يعني الاطباق اتغسلت امس، تاني the dishes were washed yesterday. هي الجمله دي مجهول؟ قال لي ايوه الجمله دي مجهول، ادي فيرب تو بي وادي التصريف الثالث. طب الزمن بتاعي؟ قال لي ماضي بسيط، لان was were والتصريف الثالث دي تركيبه الماضي البسيط في المبني للمجهول. طيب قال لي لما يجي احول الجمله دي من مجهول لمعلوم هيقول لي مثلا ابدا بكلمه mom. معنى ان انا ابدا بفاعل معناها ان انا بحول الجمله دي من مجهول لمعلوم. طيب قال لي لما اجي احول جمله الماضي البسيط من مجهول لمعلوم، قال لي ببدا بالفعل اللي هو مديهولي اللي هو مام. طب وبعدين؟ قال لي هشيل واز وير لان هي دي اصلا ما كانتش موجوده وانا جبتها من عندي، يبقى واز وير هتتشال. طيب والفعل؟ قال لي يبقى تصريف ثاني لان ساعات الثاني بيختلف عن الثالث، اما لو هو عادي فهو الثاني والثالث، فبالتالي هقول مام واشت واجيب وراها المفعول بتاع اللي هو ذا dishes، وحط طبعا كلمة yesterday يعني امس، تاني يبقى mom washed the dishes yesterday. يبقى لما جيت احول من مجهول لمعلوم في زمن الماضي البسيط في الجملة المثبتة كل اللي عملته بدأت بالفعل بتاعي، شلت was او where اللي جيت اصلا هي ما كانتش موجودة في المبني المعلوم، وبعدين جبت التصريف التاني من الفعل هنا washed هو برضو washed، وقلت the dishes اللي هو المفعول yesterday. وبكده يبقى انا بنيت من مجهول من معلوم لمجهول
في زمن الماضي البسيط وكمان من مجهول لمعلوم في الجملة المثبتة. تعال بقى مع بعض نشوف الجملة المنفية. قال لي أنا عارف إن أنا بنفي في الماضي بكلمة didn't. لما أنفي بكلمة didn't كل أنا بعمله بجيب وراها المصدر. تاني يبقى didn't هيجي وراها المصدر في الجملة المنفية. قال لي لما أجي أبني مجهول قال لي عادي جدا هبدأ بالمفعول بتاعي شكل ما إحنا متعودين. مكان didn't هجيب wasn't or weren't. تقريبا شكل موضوع المضارع بس الفرق بدل is or جبت was were. So wasn't or weren't هتيجي مكان didn't وهيجي وراها الباست بارتيسيبل يعني التصريف الثالث للفعل والفعل مسبوق بكلمة by. طيب تعال نشوف مثال. When I say Hani didn't watch the film. يعني هاني لم يشاهد الفيلم. طبعا هنا هيجي يقول لي استعمل لي wasn't يبقى معناها بيقول لي ابني مجهول. هيجي يقول لي begin with the film ابدأ بكلمة the film. ليه؟ T capital. يبقى في الحالتين كده كده بيقول لي ابني مجهول او يقول لي passive. passive يعني حول الكلام لمبني مجهول. قال لي في كل الاحوال انا هبدأ بـ the film لان هو ده المفعول بتاعي فحول the film. بدل didn't المفروض ان انا بجيب wasn't or weren't. the film مفرد تاخد wasn't. So the film wasn't. طيب wasn't والتصريف الثالث من watch هو watched. The film wasn't watched. وبعدين اجيب by هاني بواسطة هاني. يبقى بدأت بالمفعول بتاعي جبت wasn't مكان didn't وبعدين التصريف الثالث من watch هو watched by هاني. Another example مثال تاني. When I say mom didn't wash the dishes يعني ماما ما غسلتش الاطباق. تعال نبني الجمله دي مجهول. قال لي هبدا اكيد بذا ديشز لان هو ده المفعول بتاعي وبعدين مكان didn't المفروض اجيب wasn't or weren't هقول له الكلام ده جمع ذا ديشز جمع بلورال يعني فبالتالي هختار weren't. So the dishes weren't والتصريف الثالث من wash هو washed. So the dishes weren't washed by mom يعني الاطباق لم تغسل بواسطه امي. قال لي طب لو هو جاب لي العكس يعني لو جاب لي جمله مبني مجهول في زمن الماضي منفي وقال لي حولها للمعلوم. قال لي نفس الكلام ولكن هنعكس. يعني لما يجي يقول لي the game wasn't played by احمد يعني المباراة لم تلعب بواسطة أحمد. وقال لي تعالى ابن الجملة دي معلوم. قال لي يبقى إذا هبدأ بالفعل بتاعي اللي هو أحمد وبعدين قال لي خلاص مكان wasn't or weren't هجيب didn't. خلاص تاني مكان wasn't or weren't هجيب didn't لأن أنا كنت جايب wasn't or weren't أصلا مكان didn't في النفي فبالتالي هرجع didn't. طب ما هي didn't بيجي معاها الفعل في الانفينيتيف كيس فبالتالي هقول didn't play. So أحمد didn't play واجيب المفعول بتاعي اللي هو the game. So احمد didn't play the game. يبقى لما جيت احول من مجهول لمعلوم في الماضي البسيط المنفي بدأت بالفعل مكان wasn't or weren't جبت didn't وجبت المصدر وراها وبعدين جبت المفعول بتاعي اللي هو the game فقلت احمد didn't play the game يعني احمد ما لعبش المباراة. تعال نشوف السؤال في زمن الماضي البسيط ازاي هنحوله من معلوم لمجهول والعكس. قال لي طبعا انا عارف شكل ما قلت قبل كده ان السؤال نوعين اتنين يا اما بيبدأ بفعل مساعد وهنا في الماضي البسيط اكيد هتلاقيه بيبدأ بكلمة did او انك هتلاقي قبل did اداة استفهام وبعد did هيجي السبجكت اللي هو الفاعل وبعد كده هيجي الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر لانه جاي مع did وبعد كده هتلاقي الاوبجكت اللي هو المفعول بتاعي والتكمله. قال لي لما اجي ابني مجهول قال لي لو في اداه استفهام كده كده هبدا بيها. طيب يا ترى هجيب did؟ قال لي لا طبعا مكان did هجيب was او were. شكل مكان do او does كنت بجيب is او are هنا برضو مكان did هجيب was or were فاذا مكان did هيجي was او were بس شكل ما قلت قبل ما اجيب was او were لازم ابص على المفعول لان المفعول هو اللي هيجي وراها عشان كده لازم اخلي بالي منه يا ترى هاخد was ولا were وبعد كده هجيب الاوبجكت بتاعي اللي هو المفعول وبعد كده مكان المصدر ده هيجي past participle تصريف ثالث وهجيب طبعا الفاعل مسبوق بكلمه by تاني الفاعل مسبوق بكلمه by. For example على سبيل المثال when I say did Mona wash the dishes
يعني هل منى غسلت الأطباق؟ قال لي ازاي احول السؤال ده من مبني معلوم لمبني مجهول. قال لي مكان ديد هوت واز اوير، بس قبل ما ابدا بوز اوير ببص على المفعول اللي هو ذا ديشز هلاقيه جمع، فبالتالي هياخد وير، سو وير. ومكان منى طبعا اكيد هجيب ذا ديشز اذا كان ده هي دي اللي انا جايبه عشانها وير، سو وير ذا ديشز. وبعدين قال لي وير ذا ديشز التصريف الثالث من واش هو واشت، سو وير ذا ديشز واشت باي منى. Where the dishes washed by Mona؟ يعني هل الأطباق اتغسلت بواسطة مين؟ Mona. تعال نشوف سؤال بيبدأ بأداة استفهام. So when I say when did Ali buy a car؟ يعني متى اشترى علي سيارة؟ قال لي لما أجي أبني مجهول كده كده هبدأ بأداة الاستفهام بتاعت اللي هي when. مكان did المفروض أجيب was aware، بس قبل ما أجيب was aware ببص على المفعول بتاع اللي هو car، يبقى اذا هقول was لان الكار مفرد. مكان علي هجيب الكار، so when was a car. والتصريف الثالث من buy هي bought، so when was a car bought by علي، when was a car bought by علي. يبقى انا كده بنيت مجهول، بدات الاستفهام مكان did جبت was aware، وبعد كده جبت المفعول، وبعد كده التصريف الثالث من الفعل، والفعل مسبوق بكلمه باي. طيب يا ترى بقى ازاي اعمل العكس، يعني ازاي احول السؤال من مبني مجهول لمبني معلوم في الماضي البسيط. For example when I say where the children taken by father، يعني اين اخذ الاطفال بواسطة الاب. طيب لما جابني الجملة دي معلوم قال لي هبدأ بأداة الاستفهام بتاعتي اللي هي where. طالما شايف where بعدها يبقى إذا كان في مين يا حبايبي؟ did على طول. So where did again where did، واروح اجيب الفعل بتاع اللي هو father، يبقى where did father. وبعد كده قال لي بجيب الفعل بتاعي بس في المصدر لأنه جاي مع did، so where did father take، واجيب المفعول بتاعي the children. تعال نبص تاني، انا عملت ايه؟ بدات الاستفهام، لو شفت was aware بجيب مكانها did على طول. تاني لو شفت was aware في المجهول اجيب مكانها did في المعلوم. وبعدين قال لي بجيب الفاعل وراها اللي هو father، وبعدين اقول where did father. طب did هيجي وراها ايه؟ مصدر طبعا، ما ينفعش اجيب تصريف ثالث، so where did father take the children، يعني اين اخذ الاب الاطفال. فاذا كده انا حولت من مبني معلوم لمبني مجهول في زمنين اتنين، في المضارع البسيط وفي زمن الماضي البسيط، في ثلاث انواع من الجمل، في الجمله المثبته، في الجمله المنفيه، والسؤال. تعالوا بقى نشوف التدريب على الكلام ده في كتاب جيم وكتاب المعاصر. تعالوا يا جماعه نبدا بكتاب المعاصر بيج 100 صفحه 100. طبعا وانا كنت سجلت قبل كده بس معلش الصوره طلعت وحشه فاضطرينا ان احنا نسجل ثاني. يعني نمبر 1 بيقول ان استراليا ذا ستارت اوف سبرينج in September every year. طبعا بداية الربيع بيتم الاحتفال بها، يعني كلام لازم يكون مبني مجهول. وانا عندي every year ده مضارع بسيط فبالتالي لازم اخد is celebrated. طيب number two بقول لي in the past في الماضي fish every day. طبعا هنا in the past، خلي بالك الناس ما تتغرش بكلمة every day لان العادة هنا كانت في الماضي، فبالتالي was caught هنا مبني مجهول في الماضي مش في المضارع، لان قال لي في الاول in the past. طبعا الناس لما هتشوف every day هتقول ده مضارع، لا هو ماضي، فلازم اقول was caught، اوعى تقول is caught. The next number 3 coats in winter by people. طبعا المعاطف في تتلبس في الشتاء بواسطة الناس، فطبعا هنا انا بتكلم عن عادة او حقيقة فبالتالي لازم اقول are worn، لان طبعا البلاطي مش هتلبس حاجة ولكن هي اللي هتتلبس، فبالتالي كلام مبني مجهول فلازم اجيب verb to be وراه تصريف ثالث، يبقى انا عندي are worn هي الوحيدة مبني مجهول. This short story is in simple English. طبعا القصة دي مكتوبة، ومكتوبة معناها ان is هيجي وراها past participle تصريف ثالث فهقول is written. The next number 5 the first Olympic games، اول العاب اولمبيه، خلي بالك ان الجيمز هنا جمع، in Greece in 776. طبعا السنه دي في الماضي يبقى لازم المبني المجهول بتاعي هنا في الماضي. طيب فين المبني المجهول في الماضي؟ يا ترى هو were held ولا are held؟ هقول له لا هي were held.
The next mobiles everywhere. طبعا الموبايلات بتستخدم في كل مكان، وهنا الموبايلات تستخدم يعني الكلام مبني مجهول، ما اقدرش اقول الموبايلات تستخدم، فبالتالي هقول are used. Are used. طب ما خدش is ليه؟ عشان الموبايلز جنب. Number 7 بيقول لي how fish preserved in the past. بيقول لي ازاي السمك كان بيتم حفظه في الماضي، طبعا في الماضي، فبالتالي هختار was. So how was fish preserved in the past؟ وكلام طبعا مبني مجهول. تعال نشوف نمبر 8 the museum 70 years ago. طبعا المتحف تم بناؤه، وتم بناؤه يعني كلام في الماضي، فبالتالي هقول was built. was built، ما اخدش is built، هقول لك لا طبعا لان جمل علامات الماضي البسيط. who was the first car boy؟ يعني العربيه او اول عربيه اخترعت بواسطه مين؟ طبعا اخترعت برضو الكلام مبني مجهول، فاذا was where لازم اجيب وراها past participle تصريف ثالث، فبالتالي هقول was invented. was invented. the next boiled eggs for breakfast. boiled eggs for breakfast. طبعا البيض المسلوق بيتاكل على الفطار، فبالتالي هقول ار ايتن، ما ينفعش اقول از ايتن، هقول لك لا اكس جمع. ذا نيكست تعال نشوف الرايت. نمبر 1 بيقول بيبل كوك اكس ان بيج بانز، يعني الناس بتطبخ البيض في اوعيه كبيره. طبعا لما اجي ابني مجهول لازم ابدا بالمفعول بتاع اللي هو كلمه اكس، فهقول اكس، الفعل ده مضارع يبقى از او ار، فهختار ار عشان اكس جمع، يبقى اكس ار، والتصريف الثالث من كوك هو كوكت. So eggs are cooked in big bands. لو عايز اقول by people ماشي مفيش مشكلة. Number 2 tourists take many photos of the pyramid. بقول ان السياح بياخدوا صور كتير، بيتكلم عن مضارع. طب لما اجي ابني مجهول هبدأ بالمفعول اللي هو many photos of the pyramids، يعني صور الاهرامات. So many photos of the pyramids يعني صور كتير للاهرامات، وطبعا هنا الكلام مضارع، فاذا is او are. طب الفوتوز اللي جمع، فبالتالي تاخد R. So are taken by tourists. Are taken by tourists. Number 3 the secretary didn't write the letter last week. يعني السكرتيرة ما كتبتش الخطاب الأسبوع اللي فات. لما أجي أبني الكلام ده مجهول فهبدأ بالخطاب اللي هو the letter. قلنا لما أشوف didn't هجيب wasn't أو weren't. طب ال letter ياخد wasn't عشان هو مفرد، والتصريف الثالث من write هو written. So the letter wasn't written by the secretary last week. Number 4 how do people celebrate New Year in China? ازاي الناس بتحتفل بالسنة الجديدة في الصين؟ طبعا انا هنا عايز ابني سؤال للمجهول. طبعا لما اجي ابني السؤال للمجهول ببدأ بأداة استفهام عادي جدا اللي هي how، بدل دو بجيب is او are، وقلت قبل ما اجيب is او are ببص على المفعول اللي هو New Year. طب New Year مفرد فلازم اقول is، فهاو از نيو يير، والتصريف الثالث من سيلبريت هو سيلبريتد، فعشان كده قلت هاو از نيو يير سيلبريتد باي بيبل ان تشاين. ذا نيكست ان فيستيفالز، يعني في المهرجانات اللي بيحصل البيبل ايت سبيشال فود، الناس بتاكل طعام مميز او مخصوص. طبعا طالما جايب لي ان فيستيفالز ده توقيت، فهكتبها شكل ما هي واحط الكومه. الجمله بتاعتي اللي انا عايز ابنيها مجهول هي بيبل ايت سبيشال فود، طبعا فين المفعول؟ special food، فحول special food. طب الفود ياخد is ولا ار؟ يبقى ياخد is. طب ما ينفعش اجيب was او where؟ هقول لك لا eat مضارع. طيب ليه فود خدت is؟ اسم لا يعد. so special food is التصريف الثالث من eat eaten، so is eaten by people. the next Graham Bell invented the telephone، هو اللي اخترع التليفون. هو بيقول استعمل by، معنى قول استعمل باي يعني بقول لابني مجهول وحط الفاعل في الاخر مسبوق بكلمه باي، فاذا هقول ذا تليفون ده المفعول بتاعي، وبعدين فعل في الماضي يبقى واز اور وير، طبعا هاخد واز عشان التليفون مفرد، التصريف الثالث من انفنتد هو بارت انفنتد. سو ذا تليفون واز انفنتد باي جراهام بيل. ذا تليفون واز انفنتد باي جراهام بيل. ذا نيكست دو يو دو يور هوم ورك. دو يو دو هوم ورك يعني هل انت بتعمل الواجب بتاعك؟ طبعا هنا عايز ابني الكلام ده مجهول، قلت بدل do او does بجيب is او are، فبالتالي هقول is. طيب your homework ده المفعول، is your homework. طيب واقول done، طبعا هنا قبل ما اجيب is او are قلت لازم ابص على المفعول اللي هو homework اسم لا يعد، فبالتالي قلت is. is your homework، والتصريف الثالث من do هو done by you. the next صلاح scored the 3 goals. صلاح سجل 3 اهداف. طيب لما ابدا ب 3 يعني ببدا كده بالمفعول، هو اللي عرفني اصلا اقول ابدا ب 3 تي بات كابيتال،
فعشان كده هقول 3 goals were. ليه were مش are؟ عشان scored ماضي. طب والتصريف التالت من scored هو برضه scored، فهقول 3 goals were scored by صلاح. نمبر 9، were the blankets dusted by سارة؟ يعني هل البطاطين اتنضفت بواسطة سارة؟ طبعا هو بيقول استعمل did، ومعنى انه استعمل did معناه ان بيقول يرجع السؤال ده معلوم، فانا هبدأ ب did مكان were، وبدل المفعول هجيب الفعل اللي هو سارة. طيب اديت سارة المفروض انا عايز فعل في المصدر مع did، يبقى اديت سارة dust، واجيب المفعول the blankets. تاني did سارة dust the blankets. نمبر 10، يوسف didn't watch TV، يعني يوسف ما شاهدش التلفزيون. هو بيقول استعمل wasn't. امتى wasn't و weren't تيجي مكان didn't؟ اذا بنيت مجهول، فهبدأ بالمفعول اللي هو TV ومكان didn't هجيب wasn't، وبعدين اجيب الباست participle من watch اللي هو watched. So TV wasn't watched by يوسف. TV wasn't watched by يوسف. تعال يلا نشوف كتاب جيم، وده page 82 صفحة 82. بيقول لي this short story is in simple English، نفس الجملة اللي موجودة في كتاب المعاصر، يعني كتبت او تكتب، فبالتالي لازم اقول written بعد is لان الكلام مبني مجهول. القصة لا تستطيع ان تكتب ولكنها تكتب، فلازم الكلام يبقى مبني مجهول، يبقى is وهيجي وراها تصريف تالي. نمبر 2، where is شم النسيم today؟ يبقى اين يحتفل بشم النسيم؟ ما ينفعش اقول شم النسيم بيحتفل بشيء، فبالتالي is هيجي وراها تصريف تالت مش فعل في ing، يبقى celebrated. نمبر 3، many photos of the pyramids every day. طبعا هنا every day مضارع بسيط، وانا عندي many photos جمع، فبالتالي هقول are والتصريف التالت يبقى are taken. لاحظ ان took مش مجهول لان مفيش verb to be وتصريف تالت، ولا take مجهول ولا have taken مجهول، هنا في تصريف تالي بس مفيش verb to be ما اقدرش اقول عليه مجهول. The next، the museum by thousands of tourists every day. بيقول لي ان المتحف ايه بواسطة الاف الناس. احنا قلنا خلي بالك ان thousands ممكن اجمعها طالما ما حددتش عدد الالاف دول قد ايه، فهقول the museum is visited يعني يتم زيارته. طب ليه ما قلتش was visited؟ هقول له every day، جابها لي مضارع بسيط. The toy is fantastic. Do you think إيه in Egypt؟ يعني هل تعتقد إن هي بتصنع في مصر؟ فهقول do you think it's made؟ It's made عشان تبقى مبني مجهول. The next، there are fireworks and the sky is with colors. تاني there are fireworks and the sky is with colors. طبعا مملوءة بي اسمها filled with. تاني filled with. طبعا اللي بتساوي كلمة is filled with اسمها is full of. Full of هي filled with. The next، eggs in a pan for all people for free. يعني مجاني. طبعا البيض عمره ما هيطبخ، البيض هينطبخ، فبالتالي هقول eggs are cooked. طب ليه ما خدش is cooked؟ هقوله الاجز جمع مش مفرد. The next، who was the story A؟ بيقول لي القصة دي انكتبت بواسطة مين؟ خلاص طيب ينفع اقول wrote؟ هقولك لا طبعا. طب ينفع اقول wrote by؟ هقولك لا، طالما مبني مجهول يعني هو صحيح وراه تصريف تالت. طب ما هي written يا written by؟ قال لي طالما سائل به يبقى لازم اقول written by، بواسطة من، بواسطة من. Number 1، في الرايب بيقول people celebrate birthdays all over the world. عايز يبني مجهول اللي عرفني، قال لي birthdays البي بتاعتها بقت كابيتال معناه انه بيقول يبدأ بيها، فانا هبدأ ب birthdays. الكلام مضارع، هشوف is ولا are، are يعني birthdays جمع، وبعدين التصريف الثالث من celebrate is celebrated by people all over the world. In Brazil، في البرازيل people play football everywhere. طبعا in Brazil ظرف المكان ده هجيبه شكل ما هو، هبدأ بالجملة بتاعت اللي هي people play football everywhere. عايز ابني مجهول يبقى هبدأ بالفوتبول اللي هي كرة القدم لأن ده المفعول بتاعي، وبعدين أجيب وراه is or are، اشمعنى؟ عشان play في المضارع فأقول is، يبقى football is played التصريف التالت everywhere. The next، did he answer all the questions؟ هل هو جاوب على كل الأسئلة؟ طبعا قلنا يا جماعة لما يكون السؤال في الماضي في did وعايز ابني مجهول لازم أجيب was or were مكان did، بس قبل ما يجيب was or where لازم ابص على questions مالها جمع، يبقى لازم اقول where the questions مالهم تصريف التالت answered by him، where the questions answered by him. Number 4، how do people celebrate new year in China؟ طبعا دي حلناها في كتاب
المعاصر، فانا هسال بهاو عادي جدا. مكان دو هجيب از او ار، بس قبل ما اجيب از او ار ببص على نيو يير، دي مفرد، فهقول هاو از نيو يير. بعدين التصريف الثالث من سيليبريت هو سيليبريتد ان تشاينا. ذا نيكست ماي روم از تايدد باي ماي ماذر افري داي. هنا الكلام مبني مجهول، هو عايز يحوله لمبني معلوم. ايه اللي عرفني؟ قال لي ابدا بماي ماذر، الام بقت كابيتال فهقول ماي ماذر. طيب في الجمل المثبته ما كانش فيه اصلا از او ار ولا حتى واز وير في الماضي البسيط او في المضارع البسيط. طيب اذا هشيل اس خالص، وبعدين طالما مضارع بسيط يعني هجيب الفعل بدون اضافات في المصدر او فعل في اس او اي اس على حسب مين؟ المذر. المذر دي مفرد، فاذا هقول ماي مذر تايديز، خلي بالك بقلب الواي لاي اي اس، تايديز ماي روم افري داي. يبقى بدات بالفعل، شلت اس او ار، حطيت الفعل في المصدر او في اس او اس، هنا جبت فيه اس عشان مذر مفرد، وبعدين جبت المفعول وراه اللي هو ماي روم، يبقى مذر تايديز ماي روم افري داي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. اوعى تنسى، يلا فعل الجرس، وكمان قول لكل زمايلك عشان يشتركوا في القناة، وكمان يستمتعوا بالشرح، وكمان يقدروا يوصلوا مع الحل في كتابين اتنين، كتاب جيم وكتاب المعاصر. Goodbye. السلام عليكم.